ما هو دليل من أوجب الفدية بشاة إذا جامع وهو محرم؟ وهل يجب عليه إعادة العمرة في العام القادم؟ إذا جامع على هذه، إذا جامع قبل الحل الأول، قبل أن يشرع بالإحلال، ما رمى جمرة ولا طاف قصر، هذا عليه بدنه ويبطل الحج، يسود الحج. أما إذا كان بعد الحل الأول بعد ما رمى جمرة، هذا يعني الشاة فقط. والحجة في هذا ما أفتى به الصحابة، جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام.